أعزائي وعزيزاتي الطلاب والطالبات، سلام من الله ورحمته وبركاته عليكم. موعدنا اليوم في هذا الفيديو مع درس جديد من دروس النحو العربي، ألا وهو جزم المضارع في جواب الطلب. وهذا الدرس من الدروس السهلة اليسيرة، ولكنه يحتاج منكم إلى انتباه ويقظة شديدتين في إعرابه واستخراجه. ونقول إن المضارع يجزم في جواب الطلب سواء كان هذا الطلب أمرا أو نهيا، وذلك إذا كان هذا المضارع مترتبا على الطلب الذي سبقه، مترتبا على الأمر أو النهي الذي سبقه. نحو اتق الله يرضى عنك، ففي هذه الجملة نلاحظ أن الفعل يرضى فعل مترتب على اتقاء الله، فإذا اتقيت الله رضي عنك. في هذه الحالة نقول إن كلمة يرضى فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه وقع في جواب الطلب، والطلب هنا هو الأمر في قولنا اتق الله. وفي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، نلاحظ أن الفعل أتلوا جاء بعد الفعل تعالوا، تعالوا أتلوا، فكلمة أتلوا إذا مترتبة على كلمة تعالوا، فنلاحظ أن الفعل أتلوا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وعلامة جزمه هنا حذف حرف العلة. وحرف العلة إذا وقع في آخر الكلمة أو في آخر الفعل المضارع فإننا نجزمه بحذف حرف العلة. إذن فالفعل المضارع يجزم وتكون علامة جزمه حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، معتل الآخر يعني الحرف الأخير منه علة، مثل يدعو، يرجو، يخشى، يسعى، يمشي، يقضي. كل هذه الأفعال التي يقع في آخرها حرف من حروف العلة عند وقوعها في جواب الطلب تجزم بحذف هذا الحرف، ويوضع بدلا من الحرف المحذوف حركة تناسبه. فإذا حذفت واو أضع ضمة، وإذا حذفت الياء فأضع مكانها كسرة، وإذا حذفت الألف في نحو يسعى ويرضى فأضع بدلا منها فتحة. فإذا قلنا مثلا لا تقترب من الأسد تنج، ونلاحظ أن كلمة تنج نجدها مكتوبة بحرف الجيم وليس فيها واو، فنقول إن هذا الفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل على الحرف المحذوف. أما إذا قلت لا تهدروا أوقاتكم تفلحوا، فنلاحظ هنا أن الفعل تفلحوا أيضا وقع في جواب طلب، والطلب هنا جاء نهيا، لا تهدروا أوقاتكم، لا تهدروا أوقاتكم، فيكون نتيجة عدم إهداركم للوقت أن تفلحوا. ففي هذه الحالة نعل بالفعل تفلحوا أيضا فعل مضارع مجزوم، ولكن هنا علامة الجزم حذف النون، لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة، كلكم تعرفون الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وإذا قلت اتقي ربك يا فاطمة تأمني غضبه، فنلاحظ أن الفعل تأمني فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه وقع في جواب الطلب، ولكن لماذا حذف النون؟ لأن الفعل من الأفعال الخمسة، فقد انتهى الفعل بياء المخاطبة، اتقي ربك يا فاطمة، نلاحظ هنا أنني أخاطب أنثى وهي فاطمة، فلذلك نعتبر هذا الفعل من الأفعال الخمسة، وعند ذكر علامة الإعراب نقول إنه مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ولا يصح هنا أن نحذف الياء لأن هذه ياء المخاطبة فلا تحذف. أما إذا كان الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب فعلا صحيح الآخر أو معتل الوسط فتكون علامة جزمه السكون، ولكن ينبغي عليك أيها الطالب أيتها الطالبة هنا التنبه إلى أن حرف العلة الواقع في وسط الكلمة في مثل قولنا تكون أو تصوم أو تبيع أو تعيش يحذف، ولكن عند إعرابه لا نقول أنه مجزوم بحذف حرف العلة، وإنما نقول مجزوم بالسكون، ولكننا حذفنا حرف العلة هنا لأن الفعل آخره ساكن لأنه مجزوم، وحرف الياء أو الواو أو الألف ساكن، فحتى لا يلتقي ساكنان فنقول تكن، تصم، تبع، ولا نقول تكون ولا تبيع ولا تصوم. وإذا قلت ادعو الله تنل رضاه، فنلاحظ أن الفعل تنل هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، حذفنا الألف قبل الآخر حتى لا يلتقي الساكنان. وعندما أقول كن راضيا تعش سعيدا، نلاحظ أن الفعل تعش هنا وقع في جواب الطلب، كن راضيا، فكونك راضيا النتيجة المترتبة عليه أن تعيش سعيدا، فنقول تعش فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنها وقع في جواب الطلب، حذفنا حرف العلة قبل الأخير في كلمة تعيش فلالتقاء الساكنين، لكن عند الإعراب نقول إنه مجزوم بالسكون لا نقول مجزوم بحذف حرف العلة. خلاصة الأمر هنا أن الفعل المضارع يجزم في جواب الطلب بعلامات ثلاث، بحذف النون إذا كان فعلا من الأفعال الخمسة، إذا كان مضارع اتصل بأخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر،
نحو تسعى ويرضى وينمو ويرجو ويخشى ويمشي، ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر أو معتل الوسط. في نهاية الدرس هناك بعض الملاحظات المهمة جدا التي ينبغي عليك ألا تغفلها عزيز الطالب عزيزتي الطالبة، ألا وهي أن المضارع الواقع في جواب الطلب يجزم جوازا وليس وجوبا، فليس شرطا أن تجزمه، لك فيه وجهان: أن ترفعه وتتركه فعل مضارع مرفوع، أو تجزمه، وهذا أمر ينبغي عليك التنبه له. فإذا قلت اتقوا الله تفلحوا، فلك فيه وجه آخر أن تقول اتقوا الله تفلحوا بالجزم، وفي هذه الحالة نقول مضارع مجزوم وعامل جزمية حذف النون، أو تقول تفلحون، وفي هذه الحالة نعربه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن هو جائز الجزم وليس واجبا جزمه عليك أيها الطالب. وإذا قلت مثلا ساعد الناس تعيش سعيدا، فلك فيه وجه آخر أن تقول تعيش سعيدا أو تعيش سعيدا. الملاحظة الثانية أن الفعل المضارع في الواقع في جواب الطلب ينبغي أن يكون مترتبا على الطلب، مترتبا على الطلب الذي سبقه، وليس وصفا لكلمة تأتي بعده. فإذا قلت مثلا لا تقرأ كتابا يمتلئ بالأكاذيب، لاحظ أن كلمة يمتلئ بالأكاذيب هنا هي وصف للكتاب وليست نتيجة مترتبة على عدم القراءة. لا تقرأ كتابا، هذا الكتاب نفسه يمتلئ بالأكاذيب، فهذه الحالة لا نقول إن هذا الفعل مضارع مجزوم، وإنما نقول هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه ليس مترتبا على عدم القراءة، فعدم قراءتك للكتاب أو قراءتك له لن يؤدي إلى امتلاء الكتاب بالأكاذيب، هو الكتاب ممتلئ بالأكاذيب، فهذا ليس نتيجة مترتبة على عدم القراءة. وإذا قلت اقرأ كتابا يزخر بالعلم والحكمة، نلاحظ في هذه الجملة أن كلمة يزخر بالعلم والحكمة هي وصف للكتاب وليست نتيجة مترتبة على القراءة، ففي هذه الحالة عند إعراب الفعل يزخر نعربه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وليس مضارعا مجزوما، لأنه ليس مترتبا على الطلب، ليس مترتبا على القراءة أن الكتاب يزخر بالعلم والحكمة، فالكتاب مملوء بالعلم والحكمة سواء قرأته أو لم تقرأه. الملاحظة الثالثة هنا أن الجملة إذا بدأت بنهي عن شيء مكروه فينبغي أن تكون النتيجة محبوبة حتى يكون الفعل المضارع مجزوما في جواب الطلب. نعم، لا تقترب من الأسد تسلم، فنلاحظ هنا أن عدم اقترابك من الأسد وهو شيء مخيف وشر، النتيجة المحبوبة له أن تسلم، في هذه الحالة نقول أن الفعل تسلم مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. أما إذا قلت لا تقترب من الأسد يفترسك، فنلاحظ أن الافتراس شيء مكروه، لذلك عند إعرابه نقول إنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وليس مجزوما، لأن الافتراس هنا نتيجة سيئة لعدم الاقتراب من الأسد، وبالتالي فهذا ليس مجزوما في جواب الطلب. وإذا قلت مثلا لا تقترب من النار تنجو، نلاحظ هنا أن الفعل تنجو نتيجة محبوبة، في هذه الحالة نقول إنه مجزوم، لكن إذا قلت لا تقترب من النار تحترق، فنلاحظ أن الاحتراق نتيجة ليست محبوبة مترتبة على عدم الاقتراب من النار، ففي هذه الحالة نعرب الفعل تحترق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما تنجو لأنه نتيجة محبوبة فنقول إنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الآن اكتبوا لي أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات إعراب الفعل تصبح في هذه الجملة، هل هو مجزوم أم مرفوع أم منصوب أم مبني؟ لا تصاحب أصدقاء السوء تصبح منهم، لن أذكر العلامة على كلمة تصبح لأترككم تفكروا في إعرابها. بهذا نكون أعزائي عزيزاتي الطالبات قد انتهينا من درس جزم المضارع في جواب الطلب، وهو درس سهل يسير إذا انتبهتم له. تابعوا معنا على قناة علمني الدروس الجديدة في النحو العربي دائما معكم هذه القناة.